انا عامل دور ميدو اللي هو بيساعد، اللي هو بيساعد استاذ احمد، اللي هو بيساعد استاذ اسماعيل فرغلي في ان هو يعني يكلم حبيبته ويعملوا يعني كده يعني ويدلعوه كده. نعم عادي احبسته. كان ايه اصعب مشهد عليك كده؟ مفيش. كنا قاعدين بنضحك ونهزر وبنقول نكت بايخه وبنضحك عليها بالعافيه. شكرا. لا 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 انا متابع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هعمل مع احمد فهمي مستر اكس. بص انا مش عايزه احرق، بس انا يعني هقول ان انا رايح عند احمد فهمي اللي هو مستر اكس يعني علشان اكلمه في حاجات في العيله وكده. بنضحك ضحك والله العظيم ما بيعديش اي فسوه من غير ما احنا نضحك. شكرا.